والله اسباب خروج المنتخب المدرب والاتحاد ما يطلع المدرب يجدد العقد معه، هذا الشيء انا صريح العباره اقول لك اياه. يعني السبب الرئيسي المدرب، اللاعبين ما قصروا في اللعب صراحه، بس اختيار المدرب كان غير موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. حسنا نحن تعنينا، لكن الحمد لله رب العالمين لطيف الأقدار وكذا، وأسباب أن طلعنا من البطولة بسبب أن دروينا ضعيف، اللعيبة ما أدوا، والمدرب آخر شيء، لازم نحل هذه الحلول وإن شاء الله في البطولات القادمة بنأدي ونوصل المراحل المتقدمة تقبل الانتخابات العربية وصلنا مستويات جيدة. شكرا. والله اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال. ما توقعنا الخروج صراحه بعد المستوى اللي يقدم الفريق في هذه المباراه بالذات، بس الخطا الغريب اللي صار يعني قضى علينا والله صراحه. تاملنا وكان في فرصه للتقدم بعد 2-0، لكن قدر الله ما شاء فعل، لكن الحمد لله على كل حال هذا فريقنا وراضي على كل حال. ان شاء الله المرات الجايه عسى يا رب ان شاء الله الله يوفقنا فيها. ونشكر الجمهور اللي وقف معانا صراحه، العربي الخليجي العماني اللي جاي من بعيد، الحمد لله على كل حال. جزاكم الله خير.